تمرد بريغوجين لم يبح بعد بأسراره، وزاد الغموض الذي يحيط بهذا التمرد التساؤلات بشأن أدق تفاصيله. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على معلومات للمخابرات الأمريكية باحتمال تلقي بريغوجين دعماً من عدد من القادة العسكريين الروس، وبأن هناك دلائل تشير إلى ذلك. وأول الشخصيات التي وجهت نحوها الشكوك نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين، إذ رجحت المصادر أن سوروفيكين كان على علم مسبق بأن قائد مجموعة فاغنر يخطط للتمرد، وهو ما نافاه الكريملين الذي اعتبر الأمر محض إشاعات. المسؤولون الأمريكيون أكدوا أيضاً أنهم ما زالوا يحاولون معرفة ما إذا كان سوروفيكين قد ساعد في التخطيط لتحركات بريغوجين. ويغذي الانطباع الجيد الذي يحمله بريغوجين عن سوروفيكين هذه الشكوك، إذ أن قائد فاغنر أثنى عليه في وقت سابق عند تعيينه في أكتوبر الماضي مسؤولاً عن قيادة العمليات في أوكرانيا. لكن قائد فاغنر أصيب لاحقاً بخيبة أمل بعد استبدال سوروفيكين في يناير، وعين مكانه رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف الذي وصفه بريغوجين في عدة مرات سابقة بالبيروقراطي. كما أن قائد فاغنر حمله ووزير الدفاع سيرغي شويغو مسؤولية إخفاقات الحرب في أوكرانيا وعدم دعم الجيش لمقاتلي فاغنر. وكان سوروفيكين الذي أصبح نائباً لقائد العمليات في أوكرانيا بعد أن كان قائدها دعا مجموعة فاغنر إلى عدم معارضة القيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها قبل أن يوقف بريغوجين تمرده على بعد 200 كيلومتر من موسكو.